احذر من جلسة المغضوب عليهم، فقد نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتعرف عليها أرجو التعليق بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. متابعيني الكرام، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب الحسنة للمجالس والقعود والقيام، وما ينبغي على المسلم الالتزام به مما يحبه الله ورسوله في هذه الأحوال، مع البعد عن التشبه بأحوال الضلال والظالمين. وفي هذا الحديث الذي معنا يقول الصحابي الجليل الشريد ابن السويد الثقفي رضي الله عنه: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت، أي استندت على يدي، وهي اللحمة الغليظة التي في أصل الإبهام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وهذا استفهام تعجب وإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على هذه الهيئة التي من صفة قعود المغضوب عليهم، والمراد بهم اليهود، أو يراد بهم المغضوب عليهم من الكفار والفجار المتجبرين مما تظهر آثار العجب والكبر عليهم في قعودهم ومشيهم. وسبب كراهيته صلى الله عليه وسلم التشبه بهم، فينبغي على المسلم أن يتجنب التشبه بمن غضب الله عليهم ورسوله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.